بالنسبة لحادث اليوم اللي الحقيقة جد في حدود الساعة 6:35 دقيقة على مستوى الطريقة السريعة الروتيكس معناها مستوى المنزه 6، كانت سبب في اصطدام عدد 2 حافلات مع 9 سيارات، كذلك عدد 2 سيارة أجرة. كانت الإصابات الحقيقة الحمد لله ما كانش إصابات كبيرة برشا، تقريبا عدد 2 معناها 5 إصابات. الإصابات هذه كانت متفاوتة، معناها تم نقل عدد 2 مصاب إلى مستشفى الرابطة ومصاب إلى مستشفى شارنيكول، كما تم نقل عدد 2 إلى مستشفى العسكري بتونس. الوحدة تاعنا الحقيقة دخلت في وقت وجيز، تم تسخيط 4 سيارات إسعاف، كذلك شاحنات معناها شاحنة نجدة بالطرقات، وتم توجيه شاحنة نجلة، إلا أنه الحقيقة الوحدة تاعنا في ظرف وجيز تمكنت من نقل المصابين وكذلك إزاحة السيارات اللي كانت تعطل حركة المرور ورجعت لحركة المرور في السيلان العادي. هذا تقريب صورة في الحادث اللي جد هذا الصباح. الحالة الصحية متاع المصابين؟ والله الحاجة الحالة الصحية للمصابين تقريبا ثم مصاب عنده بعض الكسور، والعدد 2 مصاب عندهم بعض الرذوذ بالجسم، كما عدد 2 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري، كذلك عندهم إصابات ورذوذ تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بتونس. بالنسبة لأسباب الحادث الحقيقة معناها كأسباب أولية، هو الحقيقة أنه هناك انزلاق الحافلة اللي كانت في المقدمة، ثم انجر عليها انزلاق السيارات الأخرين اللي كانت معناها مقاربة للحافلة، وهذا ما تسبب في الاصطدام تاع السيارات. وكانت آخر معناها الرتل هي كذلك حافلة اللي كانت معناها واحدة، وهي نظرا لتهات الكمية ضعيفة من الأمطار تسبب في الانزلاق هذا معناها بالطريقة السريعة الروتيكس.